السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان معاكم مع. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل محشي مشكل بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وأطعم محشي وأحسن وأحلى محشي وأجمل محشي ممكن تدوقيه في حياتك. تابع معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع أحلى طريقة بإذن الله. مكونات عبارة عن، طبعا أنا عملت التتبيلة بتاعة المحشي عشان خاطر ما اخدش وقت طويل. طبعا قشرت بصلة وفرمتها ناعم، وحطيت المادة الدهنية سمنة وزيت، وحمرت البصلة لحد ما صفرت كده، وحطيت عليها قطع فلفل ألوان وحمرتها مع البصلة. طبعا ما حمرتش قوي الفلفل الألوان، طبعا لما البصلة حمرت حطيت الفلفل الألوان، ورحت حاطة صلصة الطماطم. صلصة الطماطم طبعا عليها معلقتين كبار صلصة طماطم، عصير طماطم وعليه صلصة طماطم، تمام. وسبتها بقى لحد ما اتسبكت، ورحت احط عليها التوابل، فلفل وكمون وكزبرة وملح وشطة وبابريكا وقرفة ناعمة وجنزبيل، وبهرت بقى الايه التتبيلة بتاعتي. كنت بقى فرمت الكزبرة وغسلت الرز وصفيته، ورحت حاطه الايه ورحت حاطه الرز على على الصلصه بتاعتي بعد ما اتسبكت، وحطيت الكزبره وقلبتها بقت بالشكل ده. طبعا انا قورت البرنجان والكوسه والطماطم وقلب الكوسه، حطيت معاها الايه القلب الطماطم، وحطيت عليه برضو كزبره خضراء وبصل، فرمت بصل ناعم، ورحت بقى حاطه التتبيله بهارات فلفل وكمون وملح وحوالي 4 معالق زيت على في قلب الكوسه، ورحت بقى مقلبه بقى الشغل ده كله كده. ده بقى ايه تتبيله جامده جدا ووقايه للكوسه او البدنجان ان الصينيه ممكن تتلسع او حاجه، وطبعا بتديها مذاق تاني ومذاق خاص جدا، وحاجه ما حصلتش ان شاء الله. طبعا بالتتبيله بقى بتاعت الجامده ديت، ورحت حاشيه الكوسه والبدنجان ومعايا فلفل الالوان بالشكل ده المتوفر عندك بقى، فلفل اصفر احمر اخضر. طبعا من الحاجات الالوان ديت جميله جدا وشكلها مبهج كده، بتفتح النفس بقى. وطبعا انت عارفين المحشي ده لكل ما تحطي مكونات مشكله فيه كل ما يبقى اطعم واحسن واجمل واطعم، مفيش احلى من كده بقى. والطماطم والبدنجان وحشيته كده بالطريقه دي. طبعا مش لازما اكبس الايه بالرز جامد، الحشوه جامد في قلب الكوسايه او البدنجانيه بالطريقه دي. قدها نفس برضو عشان خاطر لسه الرز هي ايه هي هيرتفع معايا كمان. هكمل الكميه بقى بنفس الطريقه كده. بسم الله ما شاء الله، تتبيله جامده جدا والريحه بقى ما اقولكمش عليها خطيره. اساس تتبيله المحاشي هي التتبيله دي، حاجه بقى ما حصلتش ان شاء الله. جربيها بالطريقه دي ومش هتندمي، وهيطلع احلى واجمل محشي شفتيه في حياتك ان شاء الله. طبعا انا كملت الكميه بالطريقه ديت، واتبقى معايا شويه رز او شويه تتبيله بتاعتي. ورحت ايه كان عندي ورق خس، طبعا ورق الخس ده جميل جدا خطير جدا في اعمال المحشي. بسم الله ما شاء الله. هكمل بقى الفراغات بالايه بمحشي الخس. محشي خس بقى محشي ورق كرنب، محشي سال فيه كمان ورق لفت. طبعا المحشي بسم الله ما شاء الله جميل ازاي، سواء المحشي جميل وبعمله على ايد على فكرة وسهل جدا. طبعا انت ما ترميش ورق الخس، لما يبقى تجيبي خس كده متوفر عندك ما ترموهوش، خديه حط عليه مية مغلية وصفيه على طول، وفي الكيس بتاعه اول ما يبرد تحطيه في الفريزر. تحتاجيه بقى في شوية تتبيلة زي دول يتبقوا، او شوية خلطة زي دول يتبقوا، تنك ايه عاملة المحشي بتاع الخس مع المحاشي بتاعتنا المشكلة الجميلة دي
يديها شكل تاني. عند الولاد بيتخانقوا على محشي الخس ده، جميل جدا تحفة. انا كملت الفراغات بالشكل دي، جميل جدا ما شاء الله. معايا بقى ايه، لحمة، كنت سلقة لحمة، هكمل بقى الفراغات برضو باللحمة. طبعا اللحمة ديت طبعا بتديها نكهة تانية برضو. المحشي بيحب الحاجات اللي بتتحط فيها ديت، كل ما تحط في المحشي بيديها طعم تاني. طبعا هي مستوية 3/4 سوا، وهتكمل سواها بقى في قلب المحشي. تشكيلة جميلة كده، تنفع للضيوف والدم والعزومات السعيدة ولبيتك ولعيلتك ولولادك، حاجة كده مفتخر، حاجة تفتح النفس بصحيح. طبعا بحب اعمله في صينية كده واحطه في الفرن. طبعا بقى في الاخر كده شوية فلفل على شوية ملح، واتبل اللحمة بتاعتي بالطريقة دي. طبعا اللي في النص ده عرق لحمة كده، حتة عضماية فيها مخيخ، جميلة جدا، بتديلها طعم تاني برضه جميلة، وطعم الشوربة بتاعتي. في الاخر بقى احط الشوربة بالطريقة دي، الشوربة الجامدة المتينة اللي هتخلي المحشي بتاعي خطير. الريحة يا جماعة والله جميلة، ما اقولكمش حاجة تفتح النفس وهي لسه مستوتش. طبعا بقى ايه، هحطها على عين البوتاجاز، هغطيها بالورق الالومنيوم واحطها على عين البوتاجاز تغلي شوية، يكون سخنت الفرن، تاني حطها في الفرن لحد بقى ايه ما تشرب بقى الايه، تاخد وتدي مع نفسها كده، تشرب بقى كده وتاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي خالص. هي ساعة، حوالي ربع ساعة على البوتاجاز تغلي، يكون سخنت الفرن او انت مسخنة الفرن ومجهزاه، تبقى تحطيه في الفرن على طول. حوالي ساعة في الفرن كده، ياخد ويدي مع نفسه، اول ما يغلي توطي. بسم الله ما شاء الله، احلى طريقة لعمل المحشي. انا كنت طبعا حطاه على هنا البوتاجاز، وسبت بقى لحد ما اتشرب كده بالطريقة ديت في عصارة مية في قاع الصينية. هغطيه واكمل بقى السوا بتاعه في الفرن. تمام، بسم الله ما شاء الله، الريحة بقى بتقلب البيت كله، واو، حاجة تفتح النفس بصحيح. تجربي الطريقة ديت وما تنسينيش بدعوة حلوة ان جربتيها بالطريقة ديت، لانها هتطلع جميلة جدا. الكوسة مستوية واللحم مستوية وكل حاجة مستوية. ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة اول باول، وتكوني اول واحدة تشوفها باذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو دعما منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.